السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شحالكم شباب؟ بس هذا الفيديو مسويناه عشان للتوضيح عن شيء صار قبل، وحبيت أوضح حق الناس. أول شيء، في بطولة صارت في منتدى كود وشاركنا فيها، وشاركت عدة عدة كلانات ودخلنا، وكان في عندهم قانون ما أعرف كيف سووه يعني، بس المهم أن الكلانين يتحدون بدون حكم وبدون مراقب وبدون ريكوردينج، إنه ما حد يصور. ويوم حد يعني يوم تخلص التحدي، قائد الكلان يرسل حق المنظمين كم كانت النتيجة، فما كانت في اي مصداقيه. يعني اي كلان يضر، يعني كلانين يطرشون نفس، يعني كل واحد يقول احنا فايزين. ما فعشان كذي احنا صورنا، بعد ما فزنا على كلان فور ايفر صورنا، خذينا صور يعني كل تحدي فزنا فيه حطينا صوره، ان نتيجه اربعه كم، اربعه كذا، اربعه كذا، وحطيناها في المنتدى عشان يكون في دليل. وهذا النموذج اللي حطوه، اوكي، ان اي واحد يفوز وهذا يحط تقرير، يحط يرفق بالصور وكل شيء. واحنا الوحيدين اللي حطينا هالشيء بين الكلانات كلهم، يعني كل حد كتب بس نتيجة وخلاص. احنا حطينا الصور وحطينا النتيجة وحطيت اسامي اللاعب اللعبة واللي ضدنا. بس للأسف بعد كل هاي الأدلة وهذا ما صدقوا هالشي، وخذوا بكلام كلان فور ايفر الله يسامحهم، وما أدري كيف هم يحلفون بالأيمان. وسبحان الله، اللي هي لعبة يعني مش مستاهلة انك تحلف وتقسم بالله على لعبة وعلى فوز تحدي بس. فالمهم قالوا، الإدارة كلمتنا وقالت إن كلان فور إيفر هم الفائزين وعندهم شهود وعندهم شو اسمه. قلنا لهم زين عرضوا هالشهود، حطوها في المنتدى، حطوا لهذا، بس ما شفنا أي رد من عندهم. يعني ما حد حط موضوع بخصوص إن الدلائل، نبغى دلائل إن إحنا خسرنا، ما في. وقالوا إن إحنا خسرنا 4-3 وصدقوهم وحطوا هالنتيجة. وإحنا اليوم حطينا الصور وحطينا هذا، قالوا لا، هذا كان تحدي قديم، كان تحدي ودي ومدري شو. ما اعرف كيف يطلعون وما ادري ليش اصلا الادارة يعني هذا. حطوا ادلة، احنا حطينا، هم ما حطوا، خلاص المفروض ياخذون بالادلة. وحطيت صورة ان رئيس كلانهم كوكو يو اي طرش لي مسج بعد التحدي الساعة 1:30 تقريبا، خلصنا من الساعة 12 الساعة 1:30 خلصنا التحدي، وطرش لي مسج قال لي مبروك، وحطيت هالشي. وما كيف بيقول لي مبروك واحنا وهم فايزين؟ اكيد احنا الفايزين، عشان يقول لي مبروك. فحطيت الصور هذا، بعد ما صدق، ما صدق، وخذوا كلامهم وطلعونا من البطولة، او ان قالوا لنا احنا كذبنا واحنا مدري شو واحنا مدري شو. فبس هذا الفيديو كان توضيح بخصوص التحدي اللي صار. ثاني شيء، الموضوع الثاني كنت بتكلم عنه، فيديو انتشر شوية وتكلموا عنه، ان احنا ما نحسب الخسائر ونحسب الفوز، وعندنا خسائر وايد من مدن فرتو وخسائر وايد بلاك اوبس بس ما نحسبها، والتحديات اللي الودية اللي او نحسبها، نحسب الفوز فيها، هذا كل كلام فاضي ما في اي ادلة وما يحتاج تصدقونهم. احنا بس خسرنا خسارة واحدة في مودرن وورفير 2 ضد كلان ريبر، كلان عماني من اقوى الكلانات العمانية. كان فريقنا مش وايد قوي، بس حبيت اتحدى واشوف ونطور من الفريق. كانوا كلان منظمين ما شاء الله، وخسرنا منهم، اوكي، وخسرنا 4-0 بعد، اوكي. هاي الخسارة الوحيدة لمودرن وورفير 2. قبل كلان 21 ما كان 21، كان كلان يو اي اي وساي الوينك الشرطة، اوكي. وبعدين دخلوا
من الخليج، من دخلوا من السعودية ودخلوا من الكويت والألمانيا وهذه دخلوا فريقي، غيرت الكلان 21، وتعرفون شو معنى 21. فقبل طبعا يو اي وها ما حسبته، بديت من 21، بديت من الصفر، ما خسرت الا من كلان ريبر كلان العماني، وبعدين تمينا الحمد لله تمينا نفوز. ما بعدين وقفت وقفت التحديات في مدن فرتو، بس نلعب لعب عادي لان في انتشار الهاكس وانه في يو اي في وكل حد يعرف مكانك عند بعض الناس وكذي. فوقفت مدن فرتو وبديت في بلاك اوبس، وما خسرنا في بلاك اوبس، خسرنا بس من كلان 3 دي وكلان بي اكس بي دي اكس وكلان قريب هذا كان، وابتك كلان كويتي، بي دي كلان سعودي، وابتك كلان كويتي، وثري دي كلان اماراتي. يعني ما شاء الله من كل دولة، باقي البحرين وقطر بس. ف احنا حسبنا خسارة ثري دي وحسبنا ريبر، بس لان ريبر احنا فزنا عليه مرة ثانية في شو اسمه بلاك اوبس، فكنسلنا الخسارة. فاحنا انا كنت احسب ان فوز وخسارة يتكنسلون مع بعض، يعني اذا الكلان فاز علينا بعدين احنا فزنا عليه خلاص يتكنسل الريكورد يمسح، يعني لا فوز ولا خسارة، كأنه ما صار شيء، كان تعادل. اوكي، فكنت اشيل هالشيء، بس من الحين رايح برجع كل هذي اللي صاروا. يعني من الحين بحسب خسارة ريبر وكلان بي دي و3 دي ما اوريدي محسوبة، وابتك اوريدي محسوبة بعد، فخسارتين زيادة. فما حد يقول لي مثلا 7 خسارات خاسرين وما حسبناهم، وهذا كله كلام فاضي. بس هاي اللي حبيت اتكلم فيه، وان شاء الله كلامي يوصل اللي ضدنا، والله يسامحهم، واحنا بعدنا اخوان والمفروض هالشي ما يصير بيننا. وشي ثاني، ان الكلانات او التحديات الودية كان نحسب الفوز فيها. اول شيء احنا ما نتحدى اي تحدي ودي الا مع الكلانات اللي احنا متحالفين معاها، واللي هي تقريبا 5 إلى 7 كلانات بس. اوكي، وما تحدينا تقريبا تحدي ودي اللي يمكن مرة او مرتين بس، ما نحسبهم طبعا. التحديات الثانية هي تكون واحد مثل ما راوكم الفيديو الثاني، انه واحد يبي يدخل الكلان شرط من الشروط انه يلعب تحدي يم مع ربعة يم ويب اي 6 من عند يعني ربعة ويتحدانا، وعقبها يدخل الكلان. يعني هو يكون عنده كلان ويتحدى كلان، واي كلان يتحدى كلان يعتبر تحدي رسمي. فلا تقولوا لي التحدي ودي، التحدي ودي ما اتحدى الا مع الكلانات المتحالفين معاها، مثل ما يقولون كلان فور ايفر، احنا تحديناهم تحدي ودي قبل، مستحيل هم ما تحالفنا معاهم. وبس هالكلام اللي عندي، ان شاء الله يوصل حق الكلانات الثانية، حق المنتدى الكود، واللي حضرنا عشان ما ندخل، يعني سوالنا حضر انا ما ندخل، انا ودارك مش عبود يوهي انا ما ندخل المنتدى ولا هذا. فنقول الله يسامحكم، واللي يسبوني واللي يسبون كلاني اقول لهم سيئاتي تفداكم وما تغلى عليكم. وهذا اللي عندي، ان شاء الله نرجع نفس قبل حبايب واخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.